اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ومصر جميله. الحقيقه النهارده زي ما وعدنا حضراتكم دايما بيكون عندنا مجموعه من الاخبار الجميله جدا من اجمل الاخبار من داخل مصرنا الحبيبه، وايضا عندنا فقرتين النهارده عن الجمال المصري. الجمال اللي هنتكلم عنه النهارده جمال روح وجمال فن وجمال موقع في عبقريه مكان. دول الفقرتين اللي عندنا النهارده واللي هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله بعد الفاصل مباشره. بنبدا بالاخبار زي ما عودنا حضراتكم. اول خبر عندنا، وزيره البيئه تعلن اطلاق المرحله الثانيه لمسابقه صحتنا من صحه كوكبنا بالجامعات المصريه. اعلنت وزيره البيئه الدكتوره ياسمين فؤاد عن انطلاق المرحله الثانيه من مسابقه صحتنا من صحه كوكبنا، وتستهدف في تلك المرحله طلبه الجامعات بعدد 20 جامعه مصريه على مستوى الجمهوريه، ومن المقرر توزيع 1000 دراجه هوائيه على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقه. تاني خبر النهاردة جميل برضو من وزارة الزراعة، غدا معرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل ل 40%. تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لافتتاح أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية بالدقي على مدار شهر رمضان ضمن مبادرة أهالينا أو خير مزارعنا لأهالينا، وسيتم طرح اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، والأرز ل 33 جنيه، والسكر ب 27 جنيه، والبطاطس ب 6 جنيه، والبرتقال ب 7 جنيه ونص. والخبر الثالث، ختام فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 72. يختتم اليوم الجمعة فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، والذي يشهد توزيع الجوائز على الأعمال الفائزة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان. أما الخبر الرابع وخبر جميل برضو من مرسى عالم المرة دي، مرسى عالم الدولي يستقبل اليوم 22 رحلة طيران أوروبية من عدة دول مختلفة، بينها 3 رحلات من بولندا و5 رحلات من التشيك و10 رحلات من ألمانيا و2 من إيطاليا ورحلة من هولندا ورحلة من بلجيكا. دي كانت أهم الأخبار الجميلة اللي عندنا النهاردة في مقدمة برنامج مصر جميلة النهاردة الجمعة 1 مارس. وبعد الفاصل مباشرة زي ما قلت لحضراتكم عندنا الحقيقة جمالين هنستعرض فيها جمال مصر، سواء جمال فنانيها التشكيليين اللي بيعملوا مبادرة جميلة جدا اسمها رسم مصر، وما بين موقع جميل يتسم بعبقرية المكان من الفيوم هنعرفه في فقرته إن شاء الله. لكن دلوقتي أول فقرة عندنا هكون عن رسم مصر، أرجوكم ابقوا معنا. جمال مصر الجميلة على اسم برنامجنا مصر الجميلة اللي بيعبر عن هذا الفن، وإحدى جماليات مصر الحقيقة الجميلة هم فنانيها. الحقيقة عندهم أفكار وعندهم قدرة عالية جدا على التعبير بوسائل التعبير في الرسم التشكيلي والفن التشكيلي بصورة عامة. الحقيقة يمكن النهاردة هتكلم عن مبادرة اسمها مبادرة رسم مصر، والحقيقة المبادرة بيرقصها أو بيشرف عليها أستاذ دكتور في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، هو الأستاذ الدكتور محمد حمدي. هو فنان في المقام الأول قبل ما يكون أكاديمي بالتأكيد، لكن هذه المبادرة بتدور حول إيه؟ ده اللي هنعرفه منه النهاردة. اسمحوا لي أرحب بيه. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. رسم مصر واللي أعرفه إنها السنة الخامسة وده المعرض الرابع، كلمني عن هذه المبادرة من 5 سنوات كان شكلها إيه وكان الهدف منها إيه؟ اسم رسم مصر في البداية إحنا استلهمناه من كتاب وصف مصر اللي عملته الحملة الفرنسية إبان وجودها من 1798 لحد 1801، واستلهاما كمان من لما كانوا أيام المماليك يطلعوا شغل من مصر ومنتجات مصرية يصدروها بره، فكانوا بيكتبوا عليها شغل مصر. فإحنا استلهاما من المعنى دون عملنا مبادرة رسم مصر. إحنا كده كنا بننزل في الكليات الفنية نرسم الأماكن التاريخية والأثرية، لكن في الحقيقة لقيت ان الشباب اللي بنزل معاهم علشان نرسم هذه الاماكن شغوفين اكتر بمعرفة ما وراء هذه المباني، فابتديت ابحث اكتر وادور اكتر حوالين هذه المعاني. ابتدى الطلبة يقولوا البعض، ابتدينا ننزل في اوقات غير اوقات الدراسة، ابتدى المبادرة يتعرف صداها خارج الاطار الاكاديمي والجامعي، فانضم معنا دلوقتي يعني مئات من الشباب بيجونا من المحافظات كمان كل يوم جمعة بننزل. لما بننزل بنحدد مكان الجولة، احنا هنروح المكان الفلاني والجولة الفلانية وهنبدأ بزيارة كذا ثم كذا ثم كذا، ونشرح هذه الأماكن، ثم
نرسمها. والأهم من كده كمان إن إحنا بنعمل أفلام وثائقية قصيرة عن هذه الأماكن وتاريخها، وبنبثها على جميع صفحات رسم مصر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ففي الحقيقة هي حالة ثقافية فنية بتهدف إلى ربط الشباب بتاريخ البلد بتاعهم، التاريخ الغير منظور، التاريخ الغير مرئي، علشان يبقى حي على طول في الذاكرة الجمعية المصرية. رائع. طيب برمجة أو وضع هذا الجدول، هل في جدول لي يعني الأماكن بيتم زيارتها وفقا للتاريخ الزمني للعصور المختلفة، وبنرتقي وبنتقدم حتى نقترب من الحاضر، ولا الموضوع بيكون بصورة سواء كان فاطمية مثلا في الشارع المعز أو غيره، كان يكون مثلا في الأهرامات حسب ما يتراءى للجنة المنظمة أو القائمة على المبادرة؟ سؤال حضرتك لطيف جدا. الميزة في الشوارع المصرية إن هي طبقات من الحضارة وراء بعضها. ساعات نخش جامع مثلا أو مدرسة فنلاقي إن الجامع ده كان مملوكي وبعدين تم هدمه أو مثلا إعادة بنائه أو ترميمه في العصر العثماني، فبقى عندنا طرازين معماريين مختلفين موجودين مع بعض. وبعدين مثلا لجنة حفظ الآثار في عهد عباس حلمي الثاني ارتقت تجديده مرة ثالثة، فاحنا عندنا يعني عبارة عن طبقات من هذه الحضارات. احنا في الحقيقة مش معنيين قوي يعني التسلسل التاريخي للعمارة أو كده، غير إن إحنا معنيين أكتر بالحواديت والقصص اللي وراها، مين اللي كان ساكن هنا، ومعنيين أكتر كمان بولاد البلد والحرفيش والفتوات والقصص واللي موجودة في الأفلام الشعبية. أيوة. واللي موجود في أسماء الحواري والحارات والشوارع والميادين وليه تسمت كده وهذه الطبقات. فده طبعا بيخلينا نرجع للمراجع اللي كتبها المؤرخين سواء المؤرخين القدامى أو المؤرخين المحدثين علشان نقدر نفك شفرة هذه الطبقات. واللي لقيت في الحقيقة تجاوب كبير جدا جدا من الشباب لمعرفة تاريخ بلدهم، التاريخ اللي هم بيبقوا ساعات ساكنين جنبه ومش عارف المكان ده ايه، او ساعات مثلا بتختلط التاريخ بالأسطورة وعندهم هم حكاويهم الأسطورية حول هذه الأماكن. تمام. حضرتك قلت لي كلمة في بداية كلامك جميلة قوي، انك انتوا بتوثقوا ايضا بشكل او باخر التاريخ الغير مرئي، يعني بالتالي انت مش الشكل اللي قدامك، مش العمود والزخرف اللي فيه او القبه او التمثال او المكان اللي بيتم رصده بشكل او باخر حسب الحقبه التاريخيه. يعني التاريخ الغير مرئي لما بتقعدوا تتكلموا مع الشباب وبتحكي لهم حواديت، ممكن توثق هذه الحواديت في لوحات؟ بنوثقها في الحواديت الغير مرئيه زي ما سيادتك قلت، يعني ممكن نحكي الحدوته، ممكن يدمج شخصيه اسطوريه، مش اسطوريه، شخصيه تاريخيه مش موجوده اصلا في المكان، وممكن يدمجها ويدخلها بشكل او باخر كنوع من التوثيق. ده هيدينا بقى نقطه تانية اللي هي طرق التعبير الفني لهؤلاء الشباب والفنانين عن رؤيتهم من خلال اللوحات. ففي الحقيقة إحنا عشان مبادرة مجانية شعبية طلابية شبابية، فعندنا مرونة وحرية أكتر في التحرك، فده بيدينا كمان حرية في الأساليب التعبيرية بتاعت الناس. وخلي بال حضرتك إحنا معانا هو ومعانا محترفين ومعانا فنانين تشكيليين ومعانا ناس محبين بس للفن وللتاريخ، فاحنا بنجمع ما بين كل هذه الأطياف. لما بينزلوا معانا اللي عايز يتناول اللوحة أو المكان اللي بيرسمه بشكل تجريدي أهلا وسهلا، اللي عايز يتناوله بشكل سريالي أهلا وسهلا، اللي عاوز يتناوله طرق حتى الخامة يعني ممكن بالألوان المائية أو بالألوان الجواش أو بالأقلام. فحرية الخامة وحرية التناول ده أصل أصيل من مبادرة رسم مصر. مفيش صلصال، مفيش نحت، مفيش حاجة. المعرض اللي احنا عملناه الرابع اللي هو آخر معرض كان مقام في كلية التربية الفنية جامعة حلوان. المعرض دون ضم مجموعة هائلة، احنا كان المشاركين أكتر من 100 فنان بحوالي أكتر من 150 عمل فني. الأعمال الفنية بقى تناولت الرسم اللي هو بالأقلام، والتلوين اللي هو التصوير يعني بالألوان الزيتية والإكريليك والألوان المائية، التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو، وكان في خزف السنة دي، كان في بعض المشاركين عملوا خزف وعملوا مجسمات وعملوا نسيج وعملوا طباعة. فطرق التشكيل دي متروكة للفنان اللي بيعبر عن الرؤية بتاعته.
الحاجة الجميلة كمان ان احنا واحنا ماشيين في الشارع وبنرسم بينضم الينا الاطفال بتوع المنطقة فبياخدوا مننا ورقة وقلم فبيبتدوا يرسموا. يعني كان معانا في المعرض السنة دي طفل مثلا عنده 6 سنين إن شاء الله. كان معانا سيدات كبار فوق 60 سنة فزي ما تقول حضرتك هي حالة من البهجة وحالة من السعادة وحالة من العلاج بالفن احنا بنحاول نبثها في شكل تاريخي وفني لربط الهوية المصرية ولمعرفة الهوية المصرية أكثر. التفاعل الحضاري والتاريخي بالفن الحقيقة ده رائع. السؤال هنا عن الأسطورة. تعرف إن إحنا دايما كمصريين في كل مكان بيكون حواليه أسطورة غير حقيقية، لكن الحقيقة هي بتكون ملهمة جدا للخيال وملهبة للخيال في كل مكان ما. مش ممكن نوثق هذه الأسطورة بشكل أو بآخر؟ هو في بعض الأساطير طبعا كلها خيالية، في بعض الأساطير بيبقى فيها جزء من الحقيقة. يعني مثلا باب زويلة لما بنروح نزوره ونرسمه، انت لو رحت هناك عند باب زويلة وقلت له عايز اروح باب زويلة محدش هيعرف، اهالي المنطقة يعرفوه ببوابة المتولي لكن الاسم التاريخي باب زويلة. اتسمت باب زويلة علشان كان في قبيلة اسمها قبيلة زويلة اللي جم مع الفاطميين سكنت بجوار هذه البوابة. وبوابة المتولي لعدة أسباب ممكن بقى نتخير منها فين الصح وفين الغلط، ده عايز بحث تاريخي. أنا أقولهم لك كلهم. ممكن علشان متولي حسبة القاهرة اللي هو كان مسؤول عن الأسواق والموازين وضبط الأسواق كان بيبقى مكانه في هذه المنطقة، أو الذي تولى السلطنة بعد السلطان الغوري اللي هو طومان باي اللي اتشنق برضو على هذه البوابة. ويقال السبب الثالث انها سميت بوابة المتولي انه متولي القاهرة اللي هو القطب الغوث المتولي الشيخ اللي كانوا الناس بيلجأوا له، علشان كده كانت لحد وقت قريب يعني الناس تكتب ورق وتحطه ما بين ثنايا هذه البوابة الضخمة. وفي على شمال البوابة واحنا داخلين فيها في متحف صغير كده لمثل هذه التذكارات من أسنان ومسامير وبعض الكتابات اللي الناس كانت بتكتبها لهذا القطب المتولي. احنا بنطرح هذه الرؤى لكل مبنى بنروحه، واللي عاوز يسمع ويتخيل الإجابة اللي تريحه ما عندناش أي مشكلة. ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة السياحة والآثار، توثيق مثل هذه الأشياء بتكون تبع لمين؟ يعني انتوا في الآخر بتعملوا معرض أو بتوثقوا هذه الأعمال الفنية الرائعة وهذا التاريخ بشكل أو بآخر برؤية مصرية معاصرة، مين بيكون راعي للموضوع ده؟ بخلاف طبعا مجلس أعلى للجامعات وجامعة حلوان، هل وزارة السياحة والآثار أو وزارة الثقافة بتكون معاكم في هذا الموضوع؟ احنا رعاة أنفسنا. المشروع والمبادرة هي مبادرة مجانية، وفي الحقيقة يعني معنا شباب زي الورد، والشباب دون بيضحي بوقته وبجهده وبفلوسه. احنا في شباب بيجينا من المحافظات من اسكندرية ومن الفيوم ومن بورسعيد علشان يحضروا معنا الجولات بتاعت رسم مصر. انا اتصور في الفترة اللي احنا فيها دي طول ما احنا بنتحرك بشكل حر ولطيف كده وبعيدا عن اضابير الموظفين وهنخش بقى في الروتين، فاحنا كده الحرية بتاعتنا الطف. لو في مثلا مؤسسة تقدر تخلينا نزور المحافظات نرسم مصر كلها، احنا بقالنا 5 سنين جوه القاهرة وممكن نقعد 50 سنة جوه القاهرة ولا تفنى آثارها وتاريخها، بنرفع الحجر نلاقي تحتيه قصة وحدوتة وحكاية وشخصيات. ففي الحقيقة لو أنا أتمنى أن احنا نزور جميع محافظات مصر، أتمنى أن احنا نكون فرق لرسم مصر في هذه المحافظات ويتبادلوا الرسومات والزيارات. كان في مجموعة من اسكندرية جم اشتركوا معنا ورسموا معنا واحنا بصدد أن احنا نزورهم. ففي الحقيقة احنا لما بنعمل كده للشباب، الشباب عنده وقت كبير جدا وطاقة كبيرة جدا، استحالة شاب يعني ارتبط بتاريخ بلده وفنها يبقى إرهابي أو يبقى مجرم أو يبقى حاجة مش كويس. لا بالعكس، اللي بيطلع معنا في الجولات دي وأنا ببقى سعيد جدا في الحقيقة لما بعد الجولة يقدر يكلمني إيه الفرق بين الجامع والمدرسة والخنقاء والسبيل والتكية، وعارف الطراز المملوكي والطراز العثماني والطراز الأيوبي، وعارف الشخصيات وعارف امتى يقول ملك وامتى يقول سلطان وامتى يقول امير ماء او امير الف. الحاجات دي كلها في الحقيقه بتبقى يعني تجلب الي منتهى السعاده وفيها افاده كبيره جدا للشباب.
بيكون ليهم معرض مجمع لهذه الأعمال ولا بيتم تسويقها بعد كده أو بيتم الاحتفاظ بها بشكل أو بآخر؟ هو طبعا كل واحد بيعمل العمل بتاعه وهو ملك أصيل ليه. ليه هو؟ بنعمل معرض والمعرض بنعرض فيه للكل يعني دون النظر لمستوى فني أو كده، لأن احنا الهدف بتاعنا هو هدف تربوي بالأساس. فبنعرض للجميع وفي ناس بييجوا يقتنوا هذه اللوحات بيشتروها، والمشترك معانا من رسم مصر بياخد المبلغ كاملا. في الحقيقة كلية التربية الفنية جامعة حلوان يسرت إلينا كل سنة بتدينا القاعة بتاعتها مجانا، يعني مشاركة منها من جامعة حلوان ومن كلية التربية الفنية في هذا المعرض وفي يعني زيادة المشتركين ودعم رسم مصر، والأعمال اللي بتتباع بيروح العائد بتاعها لصاحب هذا العمل. بيكون في حوافز من درجات مثلا للطلبه لو ما كنت هو الموضوع مش اكاديمي ما انا فاهم. الحوافز يعني لو شارك مثلا حد بياخد فيه درجات في اعمال السنه مش عارف ايه لا احنا بنعمل شهادات تقدير. شهادات تقدير شهادات تقدير بشكل شخصي. هنعمل فطار ان شاء الله في رمضان كنوع برضو من انواع الحوافز. بس هو في الحقيقه احنا بنحفز نفسنا بنفسنا. وانا لقيت مشاركات، يعني اللي فاهم بيعلم اللي مش فاهم، اللي عنده تكنيك او طريقه معينه في الرسم بيعلم زميله. ففي الحقيقه حاله اجتماعيه وهم عرفوا بعض. يعني مثلا لما بيجي يوم جمعه انا بيبقى عندي ظرف او حاجه ما بنزلش، هم بينزلوا وبيقعدوا مع بعض. ففي الحقيقه هذه الحاله الاجتماعيه الفنيه خلقت حاله من الحراك ما بين الشباب. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هذا الحراك امتد للدول العربيه. بقت الفتره اللي احنا فيها دي يجي لنا ناس من الدول العربيه، يعني يظبط الاجازه بتاعته على ميعاد الجوله ويجي يحضر معانا جوله رسم مصر حبا وعشقا في تاريخ هذه الامه. هو عايز ياكل فول وطعميه وعايز يمشي في الحاره وعايز يعيش الحياه المصريه الجميله اللي بتنزل السبك. الجو ده هو بالنسبه له افلام، لكن احنا عايشين هذا الفيلم. فهو بيبقى سعيد جدا. فدي يعني اتصور بعد جديد ما كانش في حسباننا ابتدى يتراءى لينا لما مبادره رسم مصر انتشرت، خصوصا ان الشباب خدوها في منطقه تانية. يعني ابتدوا بقى يتحركوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم شاطرين فيها قوي ويعملوا افلام وثائقيه بالطريقه بتاعت الشباب. يعني احنا كنا زمان او انا كنت بعمل افلام ومعانا كان ناس بيعملوا افلام كانت بتبقى طويله 10 دقائق وربع ساعه. هم الشباب ليهم طريقه معينه في الطرح بتاعهم، هذا الطرح ساهم في ازدياد الاعداد والمحبين لمبادره رسم مصر ممثله في تاريخ مصر. يعني كم عدد الشباب اللي شاركوا حتى الآن من 4 سنين أو من 5 سنين لغاية دلوقتي؟ حوالي لا ألوف، يعني احنا معانا ألوف. ألاف فعلا؟ بالضبط، لأن مثلا في ناس بتتخرج وبتتجوز فبتنشغل. في بينضموا إلينا جداد، في اللي بيخش الجيش، في اللي بيسافر. في يعني هي عبارة عن نهر المياه تتجدد فيه دائما. يعني مثلا المريدين بتوعنا على صفحات التواصل الاجتماعي مئات الآلاف حرفيا، يعني ده اللي بيشوفونا عن بعد. اللي بيجولنا بيجولنا مئات في كل جولة، في وجوه ثابتة، في ناس يعني المديرين واللي بيساهموا في إدارة هذه المعارض وإدارة، وكلهم من الشباب وكلهم كانوا من الرعيل الأول زي لو نقدر نسميهم يعني المؤسسين، الأباء المؤسسين لرسم مصر في البداية، وتخرجوا بس عندهم ولاء للجامعة بتاعتهم وعندهم ولاء لكلية التربية الفنية وعندهم ولاء لمشروع رسم مصر، وإلى الآن بيجوا متبرعين بوقتهم رغم أن في منهم بيشتغل. فالحقيقة تحية ليهم يعني. لا تحية لحضرتك بصراحة يا فندم وعلى القائمين على هذه المبادرة وصاحب الفكرة دي حقيقة. أشكرك. كنت أتمنى أن يكون توثيق هذه الفكرة بشكل أو بآخر وكل الأعمال الفنية اللي تم عملها وإنتاجها من هذه المبادرة يتم توثيقها عبر شريط فيديو مثلا أو سي في على مواقع التواصل أو في ده ويتم إهدائها لوزارة الثقافة لمجرد فقط ان هو يعني ايه للذكرى وللتوثيق وان الاستفاده بها لاحقا من فنون وعبقريه الفنان المصري الشاب الجميل، سواء كان طفل زي ما قلت سيادتك اللي عنده 6 سنين او حتى الكبار اللي هم شاركوا فيها من طلبه الجامعات. اتمنى ده يا فندم والله فعلا. يعني ان شاء الله. ايه الخطه؟ ايه الخطه يا فندم؟ ايه الخطه القادمه وايه الاماكن؟ وهل الاماكن اللي انت زرتوها يعني في شباب مثلا كانوا موجودين معاكم من 4 سنين ل 5 سنين راحوا اماكن معينه، رحتوا مثلا انا برضو على شارع المعز بكلم تحديدا يعني بصفه مثال عشوائي، رحتوا شارع المعز من 5 سنين هتروحوا النهارده السنه دي برضو لرؤيه تانية ولا يعني نفس الجولات بتروحوها هي ولا كل مره بتضيفوا وما تروحوش اماكن رحتوها قبل كده؟ احنا نادرا ما بنكرر زياره. احنا شغالين في شقين،
شق التاريخ والآثار وشق الخطط كما تم ذكرها في الخطط المقريزية أو خطط التوفيقية لعلي مبارك. بنتكلم عن الشوارع ونتكلم عن تاريخها، يعني مثلا شارع المعز أشهرهم. في الحقيقة احنا ما بنحبش نروح الأماكن المشهورة دي كتير، احنا رحنا عدة مرات، بس في الحقيقة نحب نروح الأماكن اللي لو الولاد لوحدهم هيبقوا صعب يعرفوها أو يروحوها. يعني لما نروح باب الوداع ونروح الحطابة ونروح وادي المستضعفين ونروح السيوفية ونروح ركبية ونروح السيدة نفيسة ونروح مسار أولياء الله، فالحاجات دي هم مش هيقدروا يروحوها لوحدهم، فبنحاول نروح مثلا شارع المعز. لما نروح مرة نتكلم عن البوابات، ومرة نتكلم عن أسوار القاهرة، مرة نتكلم عن الحمامات، مرة نتكلم عن جامع الحاكم، مرة نتكلم عن جامع الأقمر، مرة نتكلم عن الأحداث والاحتفالات اللي كانت بتمر في هذا الشارع. ميدان القلعة مثلا، ميدان القلعة ده هو نقطة مركزية دايما بنستنى بعض فيه، عشان في هناك أماكن كتيرة جدا بنزور، سواء كانت القلعة أو باب الوزير أو سوق السلاح أو هذه المناطق. فأنا شرحت ميدان القلعة ده عدة مرات، كل مرة من زاوية مختلفة، مرة من أسماءه، من ميدان قرة ميدان، ثم ميدان تحت القلعة، ثم ميدان الرميلة، ثم ميدان صلاح الدين، ثم ميدان القلعة، وبعدين أشرحه من حيث الخناقات والحروب اللي كانت دايرة ما بين السكان في القلعة واللي كانوا متحصنين بجامع ومدرسة السلطان حسن. ونتكلم عن دوران المحمل، والمحمل اللي كان بيبقى فيه نقطة مهمة جدا هناك اللي هي كشك المحمل. ونتكلم عن الاحتفالات اللي كانت بتدور في، لأن الكسوة بتاعة الكعبة كانت بتصنع في مصر وكانت تهدى للحرم يعني آلاف السنين، أو يعني بالضبط كده مئات السنين. مئات السنين. فالموضوع وقف في الستينيات بس. ففي الحقيقة كان بيبقى في حاجة اسمه عفاريت المحمل. الشباب بيعملوا بعض الألعاب والأكروباتات، وبيقولك من ضمنها واحد ربط حبل من القلعة لحد ما أذنت السلطان حسن، وفضل ماشي ماشي على الحبل لحد ما جه في المنتصف وقام جايب حبل تاني ونزل بيه. فالمقصود نرجع لسؤال حضرتك ان الحكاوي لا تنتهي، وكل مرة بمنظور جديد ومنطلق جديد. ممكن يبقى منطلق العمارة، يعني جامع الرفاعي والسلطان حسن قدام بعض عمارتين، واحد مملوكي والتاني يستلهم المملوكي لان واحد احدث من التاني، وهكذا. فممكن العمارة، ممكن القصص المرتبطة بالمكان. ما بين روعة الماضي والحاضر الحقيقة في لازم نوع من التوعية بشكل أو بآخر. إذا كنا بنوثق الماضي في الصور المختلفة سواء في العصور المصرية القديمة، إلا أن الحاضر برضو فيه على فكرة فيه إنجازات كبيرة جدا. وهل ممكن تنتقل للمستقبل؟ هل تنتقلوا للإنجازات الجديدة اللي تمت؟ في حاجات رائعة تمت في العصر الحديث، العاصمة الإدارية بما فيها مركز الثقافة الإسلامي العالمي بما فيه أن المصحف كله مكتوب كله على الحوائط، وده لم يحدث في أي مسجد في تاريخ الإسلام عندنا، أن المصحف كله مكتوب على حوائط في غرف مختلفة، وده موجود في مركز الثقافة الإسلامي العالمي. إحنا نتمنى دون، بس إحنا مشكلتنا أن بقول لحضرتك المبادرة مجانية، وأنا في الحقيقة ما ينفعش أكلف الناس الشباب الصغير دول بمبالغ انتقال. فياريت لو أي حد بس يشوف لنا وسيلة انتقال. أنا نفسنا نروح نرسم العاصمة الإدارية الجديدة، ونشوف ونرسم الجوامع الموجودة والمباني، لأن في ناس بيرسموا عندنا اللي هي الإيربن سكيتشنج، ويرسموا العمارة ما لهمش علاقة كبيرة بالتاريخ، بس بيرسم العمارة وهو عنده ليه فلسفة ورؤية للمعمار. فياريت نتمنى ذلك يعني. ربنا يوفقكم، وانا متاكد ان حضراتكم بالروح الجميله الوطنيه دي ممكن تكونوا الحقيقه نبراس للثقافه للشباب وللجيل الحالي والمستقبل باذن الله رب العالمين، بفكركم واعمالكم الجميله من اول الطفل ابو 6 سنين لغايه سيادتك او الاكبر في فنا وثقافه وعلما. الف شكر للاستاذ الدكتور محمد حمدي، دكتور بكليه التربيه الفنيه بجامعه حلوان. اهلا، الف شكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. شكرا. ارجوك استمر. شكرا يا فندم. مشاهدينا، مصر الجميله، مصر جميله بالروح الحقيقه، ويمكن الحقيقه عندنا عدد من الرؤى المختلفة من أعمار مختلفة وفنون مختلفة ما بين الأكاديمية والفن العفوي الحقيقة، من لو كانوا من أطفال أو شباب أو موجودين، برعاية أكاديمية، برعاية أكاديمية بحتة. هي دي مصر، وهو ده جمال مصر، وزي ما قلت لحضراتكم بدون أي مقابل وبدون أي مصروفات، هي دي مصر الجميلة. بعد الفاصل مباشرة لنا لقاء آخر وفقرة أخرى، أرجوكم ابقوا معنا.